مرحبا. مثل ما تعودتوا انه نبض بيروت ما بيطرح دائما بس المشاكل السياسيه والحياه السياسيه اليوميه اللي عم نعيشها، بيطرح ايضا المشاكل التربويه والاجتماعيه والثقافيه يلي عم بيعاني منها مجتمعنا. اقساط المدارس يلي ابتداء من نص شهر نيسان تقريبا بلشت المدارس تبعت ما سيكون عليه الاقساط للعام المقبل 2023 2024، وطبعا كان هناك اعتراضات، كان هناك صرخه، كان هناك البعض بيقول انه لا، مثل ما كل شيء بالبلد عم يتدولر اقساط المدرسه حقت الدولار. للاضاءه اكثر على هذا الموضوع اليوم رح يكونوا ضيوف بنبض بيروت الامين العام للمدارس الكاثوليكيه الاب يوسف نصر. اهلا وسهلا فيك ابونا. شكرا أتمنى. ورح نكون طبعا بعد شوي ايضا بمداخله مع نقيب المعلمين بالمدارس الخاصه نعمه محفوظ. ابونا، بدايه نحن مش جايين اول شيء لنجلد المدارس الكاثوليكيه ونجلد حالنا ونجلد كل هيدا يعني اللي عم بيصير، بس تنوضح للناس، لانه ما بتتخيل من وقتها ما حطيت بوست ماشي على تويتر وعلى الفيسبوك كم سؤال اجاني، وانه على اي اساس بدايه استندتوا لتكون الاقساط بهيدي المرحله، يعني بهيدي الافرج اذا بدنا نقول. وخلينا نوضح انه في بعض المدارس الكبيره ويلي اقساطها كثير كبيره لا تنضوي باتحاد المؤسسات الخاصه ولا بالمدارس الكاثوليكيه يلي حضرتك مسؤول عنه. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. خلينا نبلش من القاعدة العامة التالي. ببداية العام الدراسي 22-23 ونتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، اضطرينا أنه نعطي دعم، صندوق دعم أو حوافز لهذا المعلم حتى نقدر نستمر نحن وياه. إذا منتذكر بوقتها كان الدولار بحوالي 30,000 ل 35,000، عم نحكي عن ايلول 2022. من ايلول 2022 لتاريخ اليوم طلع الدولار اكثر من 4 مرات، وصل لل 140,000 ورجع نزل، ثبتوه بسحر ساحر على ال 95,000، ما حدا بيعرف ليش، هلا تقريبا ثابت على هذا، ولا حدا رح يعرف على هذا المعدل، وتقريبا فينا نقول انه انضرب ب3 مرات سعر صرف الدولار، وتدهورت القيمه الشرائيه لليره اللبنانيه 3 مرات، يعني اقله اللي اعطيناهن للمعلم بوقتها باول السنه حق ومنطق وعدل انه نعطيه هون ضرب 3 حتى يقدر يكفي يستمر هالاستاذ باداء رسالته ومهمته. خليني اقول لك بالـ3 سنوات اللي مرقوا علينا، الاستاذ من أكثر الموظفين اللي ضحوا بعملهم وبالتزامهم بأداء رسالتهم التربوية. طب وأيضا البعض بيقول لك عم بيعلموا أولادهم ببلاش، ليش كله بده يكون من جيبة الأهل يلي فيه البعض منهم قطاع عام بعده ما عم يقدر يقبض إلا بلبنان، وبعض وكثير من الأهل يعني عم يمكن ناس بتبيع شقفة أرض اللي عندها إياها، بتبيع حيلا شيء لتقدر تعلم أولادها، ليش كله بده يكون على حساب الأهل يلي هن الحلقة الأضعف صار؟ شوفي، بالقطاع التربوي بشكل عام مؤلف من قطاعين، قطاع العام الرسمي والقطاع الخاص. القطاع العام والرسمي نعرف شو وضعه، نعرف شو حالته، هو لازم يكون إلى جنب المواطن اللبناني ويأمن حق التعليم. فإذا هيدي مسؤولية الدولة، هيدي مسؤولية وزارة التربية إنه تأمن حق التعلم لكل مواطن. يعني المواطن ما لازم يكون عتلين هم انه يعلم اولاده. للاسف للاسف شو واقع المدارس الرسميه، للأسف يعني انه هيدا مش واقع دولتنا اللبنانيه، مشان هيك الانظار متجهه نحو القطاع الخاص. القطاع الخاص التمويل معروف انه هو على عاتق الاهل. اليوم عم يجينا شويه مساعدات حتى نقدر نسند حالنا بالمدارس الفقيره والمتوسطه تنقدر نحافظ على هؤلاء المؤسسات خاصه بالضياع والارياف. فاذا عم تعمل بحصه عم تسند الخيبيه تنضل واقفين على اجرينا بهذه المناطق، ولكن التمويل يقع على عاتق الاهل. اليوم على المؤسسات التربويه انه تعد موازنات شفافه وتتعاون مع الأهل، ويكون في مفاوضات وتشاور أيضا مع رابطة المعلمين بالمدرسة. اليوم نحن موجودين قدام مصالح متضاربة، ركائز في صحيح 3 ركائز هن بنسميهم الأسرة التربوية، العائلة التربوية، الإدارة، الأهل والأساتذة. ولكن خلينا نشير إلى شغلة، الأهل بهمهم أنه الأقساط
تنخفض، والمعلم عم بيشد حتى يحسن من وضعه، والمدرسة بدها تخلق هذا التوازن ما بين الطرفين، هالدو بول، الأهل والمعلمات والمعلمين. ومهمة منا سهلة أبدا، شاقة شاقة. يعني خلينا نقول مع تعب المعلمين مع تضحيات الأهل، الله يعين إدارة المدارس على إدارة المؤسسات بهيدا الوضع بالذات. كل شيء فيه تحديات على رأس الإدارة، بدها تتحمل مسؤولية المباني والمؤسسة واستمرارية المؤسسة والمعلمين وأيضا الأهل، وبدها تأمن حق التعلم للطالب. مهمة مسؤولية منا سهلة، الله يعينهم كل الإدارات. اليوم بدنا نشوف كيف بدنا نوقف حدهم حتى نسهل لهم هذه المهمة تيقدروا يوصلوا لنتيجة. أبونا اليوم كنتوا ببكركة قداس عن يعني ما بعرف إذا علنية المدرسة الكاثوليكية في ياسمين، وغبطة البطريرك قال كلمة كمان عن حول التنشئة وحول قد مهم إنه نحن نربي جيل من الشباب. الكنيسة وين دورها هون؟ لماذا لا تقوم بمساعدتكم كاتحادات مؤسسات تربوية، كأمين عام للمدارس الكاثوليكية، لماذا لا تقوم بدعم هيدول التلاميذ خاصة يلي وضعهم على قدهم ولازم يكملوا يتعلموا؟ يعني نحن بنرفض، وحيلا إنسان بعتقد عم يسمعني أو عم يشوفنا بيرفض إنه يكون في ولد خارج مقاعد الدراسة بسبب الوضع المادي. خليني أقول لك، المدرسة الكاثوليكية هي جهاز الكنيسة التربوي، مشان هيك كل شيء عم تقوم فيه المدرسة من تضحيات عم تقوم فيه باسم الكنيسة. المدرسة منا مفصولة عن الكنيسة، هي بتاخد إذا بدك النفس من الكنيسة وبتشتغل ضمن هذا النفس. لذلك اليوم المؤسسات عم تستغني عن كثير من الأمور، ما عم تاخد إلا اللازم وأقل من اللازم. أقله بحكي عن حالنا، عن مدرسنا الكاثوليكية، نحن ما عم ناخد إلا لازم وأقل حتى نكون عم نوقف إلى جانب شعبنا. إذا بنرجع لما قبل الأزمة، قسط المدرسة كان 4000 دولار، على 1005 طبعا، على 1005 6.5 مليون اليوم تقريبا. اليوم أنجأ التلت، أنجأ التلت عم تاخد المؤسسات وعم تمشي كل العمل التربوي بأقل من التلت. هيدا كله نتيجة التضحيات اللي عم تقوم فيها المدرسة اللي هي جهاز الكنيسة التربوي. هلأ الناس بتنتظر إنه المطران يبيع صليبه حتى يطعمي شعبه، صحيح؟ بعتقد إنه ما حدا عم بيقصر، الكل عم بيقوم بواجباته، مش ضروري يكون كل شيء منشور ومعلن. الكل بيعرف أنه هناك الكثير من التضحيات والتقديمات. الكنيسة أم ما بتقصر مع شعبها وقت اللازم. بقى خلينا نكون واثقين ومقتنعين بهذه المقولة، منا شعر ولنا عملية أنه لا، بعتقد في أفعال، وكثير من الناس بتعرف قديش أجهزت الكنيسة. الكنيسة يعني مدرسة، الكنيسة يعني كاريتاس، الكنيسة يعني أوفر دوريان، الكنيسة يعني تشيرش إن نيد. هودي كله مؤسسات عم تشتغل، عم بتوقف إلى جنب الشعب، وإلا الشعب كيف عم بيهدي؟ كيف عم يقدر يستمر؟ لو ما في هيدي الأجهزة وكل أجهزة الكنيسة، لو ما في المؤسسات الرهبانية، قديش الرهبانيات ضحت بالفترة السابقة. أنا بعرف كتير من الرهبانيات دفعت من الصندوق العام للأساتذة على سنة وسنتين خلال فترة كورونا. طيب بس قديش بدها تحمل؟ هون السؤال. استنزفنا، استهلكنا كل قوانا، صرنا على الحديد، والأهل ذات الشيء والأساتذة ذات الشيء. مشان هيك كل واحد اليوم بده يتكي شوي على التاني. طب أبونا، المدارس يلي قفزت من ما بدي أسمي أرقام ولا بدي فوت بأسامي المدارس، يلي قفزت 6 مرات زيادة القصة، هلأ بعد يعني في سيركيلارات انبعتت، في مدارس بعد ما بعتت مزبوط، وتسرب ورقة ما طلعت كتير صحيحة لأنه في جهات إعلامية اتصلت بكل مدرسة بمدرستها، شيء أنكر شيء لا. بس في مدارس كاثوليكية قفزت 6 مرات تقريبا، يعني من 250-300 لل 1250 او 1300، واللبناني كمان حدث ولا حرج دوبل وتريبل. خليني اقول لك، لما بتحكي عن 250 قفزوا لل 1250، بعرف عن مين عم تحكي. هيدي المؤسسه عندها شبكه مؤسسات، السنه الماضيه اتكلوا على الدعم الخارجي حتى وطوا الاقساط، هي لازم تكون كانت 750، ولكن ما أخذوا إلا 250 نتيجة المساعدات والدعم الخارجي. ولكن قديش الخارج بده يضل يدعمنا؟ يعني بدنا نبلش نصير نتكل على أنفسنا. كل العالم عم بيقلنا انتبهوا،
للسنة يمكن بعد قادرين نساعدكم شوي، بدكم تبلشوا تتكلوا على حالكم، بدنا نحن نبلش نتكل على أنفسنا. مشان هيك اضطرت هيدي المؤسسة مع الشبكة انه تزيد بعض اضعاف، بس هي مفترض هي تكون مش مؤسسة معينة ابونا، تقريبا الافرج اللي كانوا بال 250 و 300 رح يوصلوا لل 1000، يعني هيك اللي عم يبين لحد هلا من بعد او العينات. اقل شوي او اقل شوي، لانه نحن عندنا دراسات عم نمشي ضمن دراسات. شوفي انا خليني اطمن المواطنين المشاهدين، نحن قلنا من اول السنة لليوم بنعمل اجتماعات وحسابات وأرقام وخبرة ومنحكي ومنفتش ومنسأل تنشوف كيف ممكن نمشي مؤسساتنا بأقل كلفة ممكنة، وكيف ممكن نعطي الأستاذ جزء حتى يقدر يستمر بأداء رسالته. يعني نحن في عنا ما يأثر على الجودة التعليمية، وما يأثر بعتذر على عن جودة لأنه التعليم. في مشكلة كبيرة أبونا بجودة التعليم. مشان هيك أنا من أول السنة طلبت من كل مؤسساتنا أنه تعد موازنات إن بالليرة اللبنانية أو بالدولار، وتعرض هذه الموازنات، وأن تكون هذه الموازنات شفافة، تعرضها على لجنة الأهل، يكون في تنسيق مع لجنة الأهل بكل مدرسة. دور لجنة الأهل هو دور أساسي بالمدرسة، ونحن منتكل على لجان الأهل تيكونوا مستوعبين للوضع، يوقفوا إلى جنب مدارسهم، يسهلوا الأمور على الإدارة وعلى المدرسة حتى تقدر تنطلق المدرسة وتمشي لقدام. فإذا أرقامنا منا خيالية، أرقامنا مش مسقطة إسقاطا أبدا. لا، في أرقام خيالية ما بعرف، يمكن مش منضبطين نحن عنا يكون، بس نحن في عنا أرقام كمدارس كاثوليكية باللي أنا بعرفهم وتقريبا على اطلاع بالوضع العام، أنا بقدر أقول لك تقريبا ما بين المرتين والثلاثة، ماكسيموم 3 مرات، بس القاعدة العامة هي بين المرتين والمرتين ونص تقريبا، إلا ببعض حالات خاصة نتيجة ظروف خاصة. أنا بس بدي أقول لك شغلة ولازم يعرفوا المواطنين هيدي الشغلة، كل ما كبرت المؤسسة كل ما زاد حجم مصاريفها، قيمة مصاريفها. المدرسة الصغيرة اللي عندها مبنى واحد مصاريفها محدودة، مشان هيك ممكن الأرقام تبقى مقبولة، بس كل ما كبرت المؤسسة وكبر الحجم وارتفعت الأعداد زادت المصاريف التشغيلية على المؤسسة. صرنا مضطرين أنه نضرب تقريبا الرقم اللي بياخده الأستاذ ضرب 3 تنقدر نحدد قديش مطلوب من الأهل أنه يساهموا، تقريبا ضرب 3. أبونا في لاحظت بعد كمان المدارس عم يكون في الطاقة الشمسية عم تتركب لحتى تكون عم توفر المازوت والموترات والكهرباء وكل هيدا عم يجي تبرعات للمدارس تتقوم بهيدا الموضوع لحتى تكونوا أيضا عم تخففوا المصاريف التشغيلية. صحيح، مشكورين كل الجهات الرسمية الأجنبية اللي عم بيحطوا إيدهم معنا حتى نقدر نوفر حيث يمكن التوفير، تنقدر نساعد حيث يمكن المساعدة. بتعرفي مصاريف الكهرباء وخاصة مع ارتفاع الفواتير، يعني فواتير الكهرباء صارت مأزية بهيدي الفترة. مشان هيك وين في إمكانية أنه نقدر نركب طاقة شمسية، هيدا احتمال كتير مهم. خليني أقول أنه السفارة الفرنسية مع الأوفر دوريان حاطين لسنة الجاية 15 مليون أورو حتى بس للطاقة الشمسية، حتى يركبوا طاقة شمسية بالمدارس الأومولوجي، بالمدارس اللي ماشية السيستم الفرنسي. مشان هيك الكل عم يسعى انه يكون أومولوجي هلا المدارس الكاثوليكية. بتحس في هيك لا رغبة؟ لأسباب عديدة، مش بس هي طمعا بالمساعدات، لا هي خاصة بالباك اللبناوي اللي عم بيصير بموضوع المدارس الرسمية، خاصة بما يتعلق بجودة التعليم والتربية. صحيح. جماعة عم يشتغلوا على حالهم، نحن ما بدنا ننكر ولا نستخف بالعمل اللي عم بيصير اليوم بالمركز التربوي، هو عمل جدي، هو عمل خليني أقول لك نشيط جدا، إن شاء الله أنه يوصل لخواتيمه، إن شاء الله ما تتغير الظروف وتنقلب مثل ما كان يصير بالماضي ونرجع على نقطة الصفر، إن شاء الله نقدر نستفيد من الوقت، نستفيد من الأزمة حتى نقدر نمشي لقدام، حتى نقدر نوصل إلى خواتيم هذه الورشة اللي عم تصير بالمركز التربوي، حتى نقدر نوصل إلى مناهج تربوية جديدة. أبونا في كتير مواضيع بعد بدي أطرحها قبل ما أكون مع النقيب، موضوع التسرب المدرسي
عفوا، التسرب المدرسي، هل انتم متخوفين ام انتم بتتعهدوا كإدارة مدارس كاثوليكية انه ما في ولا ولد رح يكون برات المدرسة لانه وضعه ما بيسمح له؟ هل عم تفكروا تنشئوا ما بعرف كاس او ما بعرف شو بدي اسميه بالعربي، صندوق لدعم الاهالي يلي وضعهم يعني كان وضعهم كثير منيح، يمكن الجماعة يا اما مصرياتهم محجوزة بالمصاريف يا اما معاشهم اللبناني ما بقى يقديهم؟ الى اي مدى انتم حريصين على انه ما يكون في ولد خارج مقاعد الدراسة؟ يعني شفنا المدرسة الرسمية التجربة كانت سيئة جدا هيدي السنة، لا سيما بموضوع الامتحانات الرسمية وكل شيء وصل له، والمنهج اللي ما اتخذ منه أكثر من 35%، يعني عم ندرس أولاد رح يوصلوا على شهر تموز بعدهم عم يدرسوا، وهذا الشيء يعني بعتقد ولا حدا بقى بيقدر يكفي أو يستوعب. بتعرفي قد ما شو مشكلتنا بس نحكي عن القطاع الخاص، نختصر الحديث عن كم مؤسسة هن عم ياخدوا صندوق دعم بالألفات، ولكن مننسى انه هناك مئات من المدارس اللي عم تشتغل بالحد الأدنى بال200 و300 دولار، عم تشتغل تتقدر تأمن مصاريفها التشغيلية وتقدر تأمن كمان للأستاذ شيء يقدر يعيش فيه. هيدول عندنا الشريحة مئات، الأكبر، عندنا مئات. خليني أقول لك على صعيد مدارسنا الكاثوليكية، ولازم الناس تعرف هيدا الشيء، من أصل 320 مدرسة كل المدارس اللي ممكن عندنا، خليني أقول 70% من مدارسنا، 70% من مؤسساتنا التربوية هي مؤسسات صغيرة، هي مدارس مجانية، هي مدارس موجودة بالأطراف، هي مدارس يمكن بتكتفي بالحد الأدنى المطلوب حتى تقدر توقف إلى جنب الشعب، عم بتقوم برسالة تربوية. مشان هيك ما بدنا نختصر القطاع الخاص بكم مدرسة عم ياخدوا بالألاف أبدا. إذا كان في بمدارسنا الكاثوليكية 70 مدرسة عم ياخدوا بالألاف، عنا ما ننسى حوالي 270 مدرسة عم يشتغلوا بالحد الأدنى وعم يعملوا رسالة تربوية ورسالة إنسانية، ونحن واعيين ومدركين لأنه الجهاز التربوي الرسمي شبه معطل. بدنا للأسف. واجبنا انه نستوعب الطلاب والتلاميذ، ولكن بدنا كمان من يوقف حدنا. بدنا، تعرفي شو المشكله؟ المشكله انه الضربات عم تجينا من كل الجهات. هي كانت 3 سنين يعني ايجاف مثل ما بيقولوا، حتى الجهات الرسميه اللي مفترض انه تدعمنا وتساعدنا وتوقف حدنا وتسهلنا امورنا، بهيدي الايام بنشوفها عم بتنظر علينا وكانه عم بتخبط فينا. يا عمي انتو الجهات الرسمية واجباتكم توقفوا حد المدرسة الخاصة اليوم تتقدر تستمر برسالتها. شو اذا المدرسة الرسمية يا ابونا انتو بتحبوا تتميزوا كل عمركم، بتعتبروا حالكم هاي سوسايتي، خليني احكي الموضوع مثل ما هو، وانه التعليم الخاص والمدارس الكاثوليكية هي يعني 70% من التعليم في لبنان يقوم على كهلة وهيك. هلا بس الازمة صار انتو كمان بدكم تلجأوا للدولة، يمكن من هالمنظار بيفكروا. يا عمي نحن شو عم نقول لهم؟ عم نقول لهم ادعمونا وقفوا حدنا على القليل معنويا، ساعدونا سهلوا لنا امورنا، ما تحطوا عصي بالدواليب، ما تطرقونا نظريات، ما تفقعونا نظريات، كل نهار والتاني بيطلعوا لنا بنظريه جديده واتهامات. يا عمي عن جد في 70 80% من المؤسسات الخاصه عم بتضحي وعم بتقوم برساله، رساله تربيه وتعليم بهذا الوطن. ما نجمل كل المدارس ب 20% او ب 10%، لازم يكون في رقابة، ونحن مع الرقابة، نحن مش ضد الرقابة، فلتكن الرقابة من كل الجهات، على صعيد وزارة التربية، على صعيد لجان الأهل، هيدا أمر ضروري وواجب حتى نقدر نطمن الأهل، حتى يكونوا الأهل مقتنعين أنه هيدي رسالة، ولكن كمان بدنا من يوقف حدنا ويدعمنا. خليني أقول لك، هالمدرسة المجانية معقولة بعد تمشي بمليون ليرة؟ حدا ممكن يقدر يصدق انه 10 دولار بدهم يمشوا مؤسسه؟ لا اكيد لا، صار هيدا الشيء سيريال يعني. طيب ما بدنا نكون واقعيين شوي حتى نقدر نحافظ على مؤسساتنا. المدرسه المجانيه هي مدرسه الفقير. المدرسه المجانيه الى الدوله من 2017 لليوم ما وقفت حدا، ما قامت بواجباتها تجاهها. طيب ما نحن عم نشتغل من اللحم الحي، ما نحن عم نتكل على حالنا وعلى اهالينا حتى نقدر نحافظ على رسالتنا. وانا بقول انه لبنان
ميزته هو علمه، هو التربية والجيل وكلنا مساكين بهذا العلم. أنا بدي أقول لهم للمواطنين اللبنانيين، نحن شطارتنا أنه عرفنا نحافظ على مؤسساتنا بالرغم من أنه فقدنا تقريبا كل شيء، فقدنا تقريبا كل شيء بلبنان، بعد في عندنا مدارسنا، شطارتنا أنه ما نخسرهم. طالما التربية بعدها شبه بخير، في إمكانية أنه نرجع نبني دولة جديدة. إذا تعطلت المدرسة يعطيك العافية، أزيل لبنان عن الوجود. أبونا، مشكلة الأساتذة رح تكون مع نائب المعلمين بالمدارس الخاصة أستاذ نعمة محفوظ. مساء الخير أستاذ نعمة. مساء الخير لك وللأبونا ولكل المشاهدين. أستاذ نعمة، نحن ما في سوء، مش الحال. استاذ نعمه، باخر ريبورتاج عملته انا وياك عن الاساتذه المتقاعدين، قلت لي انه اذا ما كان في 50% على الاقل من معاشكم اساس راتبكم بالدولار، ما رح يكون في عام دراسه. لوين وصلت المفاوضات وشو وضعكم انتم والاساتذه؟ قبل ما افتح كمان بارانتاز الاساتذه المتقاعدين، شو المطالب؟ الأقساط بمحلات خيالية استاذ نعمة، بمحلات مقبولة، بمحلات فوا 3 فوا 4 فوا 5. يعني أكيد حتى الأستاذ يلي بمدرسة من زمان وجاي مستواها أعلى من غيرها رح يضل وضعه هو ذاته، بس نحن عم نحكي عن الطبقة المتوسطة يلي هي موجودة يلي بلشت تضمحل. خليني من البداية أوضح أنه المعلمين هذه السنة الرابعة عم يشتغلوا ببلاش، عم يشتغلوا باللحم الحي. لهسه بهذا القطاع الخاص ضل واقف على جريه. 75% من التعليم بلبنان هو تعليم خاص. بسبب تضحيات المعلمين وبسبب المواقف اللي راشده اللي اخذتها بعض الادارات، قدرت المدارس الخاصه تمرق هذا العام الدراسي باقل خسائر ممكنه، بس ما بقى فينا نكفي. وقت اللي بيكون وزير الاقتصاد طلعوا سعر السوبر ماركت بالدولار، وزير الكهرباء بالبنك بدك تدفعي الفاتوره بالدولار، عم بحكي على الكهرباء تبعت لبنان انا، غير المطير، مش المطير البنزين، وزير الطاقه بيقول المحطات بالدولار، وقت حياتنا كلها بتصير بالدولار، ما بقى فينا نكفي انه راتب الاستاذ السنوي يكون 1,550,000. استاذ عمره 37 و38 سنه بالتعليم راتبه 4 ملايين ليره. في اكذوبه انه الاستاذ راتبه مليونين ليره والحد الادنى للعمال 9 ملايين ليره، وبالتالي مضطرين مش ناخذ حقوقنا، ما عم نطالب بحقوقنا، ونحن ما عندنا مطالب، نحن عم نقول بدنا ناخذ الحد الادنى من مقومات الحياه لنقدر نبلش العام الدراسي. الأبونا كان واضح انه ما فينا نحط المدارس كلها بنفس السله. يعني المدارس بالاطراف، بعلبك، بعكار، ببنت جبال، البيئة تبعيتهم بيئة على قد حالة. يعني هاي دور هونيك الأساتذة بدهم يطالبوا على الأقل بشي 35% بالدولار من راتبهم ليقدروا يكفوا حياتهم. يعني أنت تخيلي من 4 سنين كان عنا راتب، بعد 4 سنين عم نقول أعطونا 35% منه. هيدا بالأطراف، بالعاصمة وضواحيها في بعض المدارس السنة كانت عم تعطي 40 و45 و50، هاي المدارس يمكن توصل ل 60 65. بما صحيح عم نحكي عن المدارس الكبيرة، صحيح بين ال 35 وال 65 أنا قلت بما معدل 50%، وبالتالي ما فينا نفرض على كل المدارس نفس النسبة لأنه كل مدرسة عندها وضعها يختلف. بس في شيء اسمه قانون 515 تبع الموازنة اللي بيطبق على الليرة كمان بيطبق على الدولار، اللي بيقول 65% من مدخول المدرسة للمعلمين و35 مصاريف لوجستية للمؤسسة. يا منطبق هاي يا منطبق هاي. المقصود من كل القصة حلول ترقيعية بظل هذا الانهيار المريع اللي عم يعيشه البلد. نحن ما عم نعمل حلول، نحن عم نعمل حلول ترقيعية لحتى نقدر نقطع العام الدراسي القادم بأقل خسائر ممكنة، انتظار هالمنظومة السياسية تروح تنتخب رئيس جمهورية، يشكلوا حكومة عوادي، يضبطوا الحدود، يضبطوا المطار، يضبطوا المرفأ، يطلعوا لبنان من القعر اللي وصلوا له. ساعتها بتقولي بدي بلش روح حط حلول للقطاع التربوي وللقضاء وللجامعة اللبنانية، للتعليم الرسمي، للكهرباء، لكل الأمور التانية. أما بظل هذا الانهيار السياسي وعدم وجود رئيس جمهورية ومجلس وزراء معطل وكل مؤسسات البلد معطلة، أعطيكي مثل
نعم الحكومة من 3 شهور صرفت 10 مليار مساعدة للأساتذة المتقاعدين بالخاص اللي بيقبضوا مليون ومليونين وثلاث ملايين، لحد هلا لم تصرف. بحكي مع رئيس الحكومة، بحكي مع الوزير، بيقولوا لي وزير المالية مش قادر يصرفها، ما عنده موظفين، موظفين القطاع العام مش عم يجوا على الوزارات يشتغلوا، بلد كله مكربش، بلد كله واقف. عم نحاول نعمل بعض الحلول الترقيعية، وفي محادثات وفي مفاوضات بين النقابي وبين اصحاب المدارس، والابونا بيعرف وهو مشارك في هالمحادثات لحتى نوصل لحلول مقبوله قبل ايلول لحتى نبلش بالعام الدراسي. نقيب بموضوع يعني كمان الاهل عم يتحملوا عبء كتير كبير، بعرف انه انتم اهل كمان، بس في كذا سؤال بيطرح انه انتم عم تعلموا اولادكم ببلاش، ما بقى تزيدوا على كاهل الاهل لانه يمكن بالاخر يضطروا انه يشيلوا اولادهم من المدرسه. الى اي مدى انتم والاهل والادارات المدارس مفروض تتعاونوا لتوصلوا الى قاسم مشترك؟ يعني مثل ما بيقول المثل، ولا يفنى الديب ولا يفنى الغنم ولا لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. سيدتي مش نحن اللي بنزيد على الاهل، نحن اجراء معلمي المدارس الخاصه بالقانون، اجراء عند اصحاب المدارس. انا اخذت ماستر ماتيماتيك او فيزيك او شيء او رياضيات او عربي، بروح على مدرسه، بقعد انا والاداره تبعيتها بعمل عقد، فانا علاقه بالاهل، انا بعمل عقد انه انا بدي اشتغل عندك. وقت الراتب ما بكفيني 3 4 ايام بتركه بروح. السنه الماضيه ترك 20% من الاكفاء التربويين، راحوا على الخليج وعلى كندا وعلى مصر. ما بدنا السنه القادمه يترك 20-30% ثانيين لمصلحه الاهل ولمصلحه اولاده، نحافظ على الكفاءات التربويه لننتج تربيه. هاي واحد. اثنين، ما فيك تنزل القسط المدرسي بقرار تيجي تقولي انا بدي نزل القسط المدرسي ليريح الاهل. القسط المدرسي بينزل وقت بيكون في تعليم رسمي ذات مستوى، وقت بيكون في جامعه وطنيه عم تعلم وتنتج تربيه. اما بظل عدم وجود مدرسه رسميه وعدم وجود جامعه وطنيه، العالم كله بدها تدب على المدرسه الخاصه، بده يرتفع القسط المدرسي. وبالتالي وجود مدرسه رسميه محترمه، وهي مسؤوليه الطقم السياسي اللي حاكم البلد، هو اللي بيخفف وطء على الاهل اللي ما معه مصاري ساعتها، بياخذوا اولادهم بيحطوا بمدرسه رسميه وبيتعلموا علم جيد. نحن خريجين مدرسه رسميه، نحن خريجين جامعه وطنيه. بس استاذ نعمه، ما حدا هلا مستعد انه يحط ابنه بمدرسه رسميه ويخاطر بمستقبله. انا عم حق المسؤوليه للسلطه السياسيه بالبلد، هاي السلطه اللي اخذت البلد على على اكبر انهيار اقتصادي بالعالم. يعني مش معقول البلد كله منهار والقطاع التربوي يكون سليم. هاي السلطه تتحمل مسؤوليه عدم وجود تعليم رسمي، هن مسؤولين عن عدم تعليم اولاد الفقراء بالبلد، مش المعلمين. ما المعلمين مع 95% من الشعب اللبناني بما فيهم الاهالي كلهم مقهورين مصلومين مسحوقين. 95% من الشعب اللبناني صاروا فقراء، فما حدا يحطنا بوجه الاهل. اخر شغله بدي اقولها بهاي النقطه بالتحديد، الكهرباء سواء كهربه الدولي او كهربه الموتورات 2 بالدولار، ما شفنا نعمه من الاهل على الدولار. السوبر ماركت بالدولار، ما شفنا نعمه من الاهل. محطات البنزين بالدولار، ما شفنا يعني وقفت القصة بس على معاش الأستاذ. حياتنا كلها الدولة ري. وبالتالي نحن والأهل بدنا نتحمل، وإلا كنا قلنا نحن والأبونا عم يسمعني أنه يا أخي أنا كنت عم بقبض قبل الأزمة 2000 دولار بالشهر، أعطيني معاش 2000 دولار، أعطيني حقي. أنا ما عم بقبض حقي، عم بقول له أعطيني 35-40% من حقي لحتى الأهل يقدروا يدفعوا لحتى نقطع العام الدراسي. يعني نحن والأهل مظلومين، البلد كله مظلوم. المشكلة مش عند المعلمين ولا عند الأهل، المشكلة عند هذه السلطة اللي أخذت البلد على انهيار كتير كبير بما فيه القطاع التربوي. نقيب كمان قبل ما اختم معك، الاساتذه المتقاعدين، يعني فعلا في اساتذه امبارح تواصلوا معي كذا استاذ وانا بدي اوجه لهم تحيه كلهم، هدول افنوا حياتهم بالتربيه لما يوصل انه معاشهم يمكن ما بجيب لهم علبه دواء مع غلاء الادويه، وهو بالاخر الانسان عايز الدواء والاستشفاء والطبابه باخرته، يعني مش باولته لما بيكون شاب وبعده عم يشتغل وبعده عم بيهيدا، ومش قادرين. في منهم مره يعني حضرتك قلت لي ما بكفي المعاش ليروحوا يجيبوا ليروحوا يجيبوه من المصرف، يعني ما بكفي فيهم بنزين. هيدول الاساتذه شو الحل معهم؟ صندوق التعويضات شو دوره؟ وطبعا ارجع احكي مع الابونا بهذا الموضوع كمان. منيح اللي سالتيني هذا السؤال لانه ابونا موجود. اولا في 5-6 آلاف استاذ متقاعد معاشاتهم تتراوح بين المليون مليونين 3 ملايين،
وقليل جدا اللي بيقبضوا 4 ملايين، يعني من العشرة للأربعين يعني دولار، يعني حق جرتين غاز. صح. زيدي على ذلك انه الاكثريه منهم بيروحوا ليقبضوه البنك بعد المصرف ما بتقبضهم اياه. وانا اضطريت شوف الحاكم مصرف لبنان مرتين مشان هذا الموضوع، وهيدا الشهر في اثنين مصارف عملوا مشاكل كثير كبيره مع المعلمين. ثلاثه، وقت ارتفع الحد الادنى للاجور 9 ملايين الضمان الاجتماعي رفع الرسم الاشتراك، يعني الاستاذ المتقاعد المعلم المتقاعد اللي بيقبض مليونين ومليون بده يدفع 810,000 بالشهر هلا عن جديد رسم للضمان. انه طيب معاشه صار بيطلع رسم للضمان رغم انه الضمان ما عنده تقديمات. ما بقى فينا نكفي هيك. فانا من يومين كان في اجتماع لمجلس اداره صندوق التعويضات اطرحت ما يلي. المدارس عم تقبض من اهالي كاش، من المفروض المدارس بس ما تدفع للصندوق تدفع 12% ستي عنا وستي عن المعلم كاش، لانه اكثريه المدارس بعدها عم تدفع تشيكات، وبالتالي الصندوق ما عنده اموال كاش، كل امواله بالبنوكي. واذا المدارس ما تعطيك بل كمان تشيكات، اذا وقع معلم بمشكل مع بنك ما فينا نعطيه كاش. فانا تمنيت على ممثلي اصحاب المدارس بصندوق التعويضات يطرحوا على الاتحاد المؤسسات اذا بيريدوا العام القادم يدفعوا لنا 12% كاش للصندوق. هيدا واحد. اثنين، والابونا هلا هذا بدي اتمنى عليه، انه المؤسسات عم تساهم ب 6%، بدنا نحاول بالاتفاق معهم اذا في امكانيه نرفع ل 8% لنغذي صندوق التقاعد، لانه هالمعلمين المتقاعدين لتقدر تزيدين لهم رواتبهم بدك تغذي الصندوق. مش المهم انا اروح اضرب لهم معاشهم باثنين وبثلاثه وبالصندوق يسكر بعد 3-4 شهور ما عاد في اموال. انا بدي احافظ على توازن بين انا عم بعطي راتبه وحافظ على ديمومه الصندوق. في مشروع قانون موجود بمجلس النواب اعده مع الاستاذ زياد بارود لنغذي الصندوق. هلا هذا المشروع مربوط بمجلس النواب، انه مجلس النواب هلا هيئه ناخبه منه هيئه تشريعيه، وبالتالي مشروع واقف. نامل انه هاي الامور السياسيه بالبلد تنتهي باسرع وقت ممكن، نقدر نقر هذا المشروع والمؤسسات تحط كتف معنا لنغذي هذا الصندوق لنقدر نزيد لهم رواتبهم ليضلوا على قيد الحياه. 5-6 آلاف استاذ مثل ما انت قلتي قضوا 40 سنة بالتعليم الخاص، وقفوا المدرسة الخاصة عشرية، هدول يستاهلوا بالحد الأدنى حياة كريمة. في البعض منهم ما معه يشتري علبة دواء، والله العظيم عم يبكوا على التليفون. تمام. تفضل أبونا، بما أنك معنا بعدك نائب تفضل أبونا. سعادتك أنا بدي ضم صوتي لصوتك بخاصة بموضوع المتقاعدين. بدي أطلب منك شغلة، يا ريت موضوع الكاش موضوع أكيد بينبحث فيه، قابل للبحث أكيد. موضوع 8% أنا أتمنى على سعادتك وعلى مجلس إدارة صندوق التعويضات اللي حضرتك بتمثل النقابة فيه أنه ينعمل دراسة اكتوارية تنشوف هالارتفاع من 6 إلى 8 كيف ممكن يحسن وضع المتقاعدين، تنقدر نرتكز على دراسات علمية تنقدر ناخد قرار بهذا الموضوع، لأنه الكلام اللي عم تحكيه جدا منطقي. أنا بضم صوتي لصوتك تنوقف إلى جنب تنفتش على حل، تنفتش على حل بموضوع المتقاعدين. بدنا بس شوية دراسات رقمية حتى نستند عليها تنقدر ناخد قرارات بهذا الموضوع. أنا اللي بقدر أقول لك أنا طرحت الموضوع بالاجتماع، حملت هيك طلبين ممثلي المؤسسات، بأمل أنهم يوصلوا لك إياهم، واللي عم تطرحه حضرتك كمان بمحله أنه حينعمل دراسة شو بتحمل المؤسسة، شو بيحمل المعلم، وشو بيضر هذا على صندوق التقاعد لنقدر نحسن رواتبهم. بس القصة الكبيرة أنه بدنا مجلس النواب يرجع يشتغل والحكومة تشتغل لحتى هذا المشروع بمجلس النواب نقدر نقره، لانه شو ما اتفقنا ابونا نحن وياكم بده يضل حمر على ورق اذا ما طلع بقانون. بس بتحسنوا شوي الوضع، لكن تزبطت القصص يعني على مستوى اكبر بالبلد. ما هي يا أدمى ما بنقدر نعمل قراراتنا ما إلى إلزامية إذا ما صدرت بقوانين من المجلس النيابي، يعني ممكن نتوافق نحن والنقابة على حل بس بالممكن. هلأ هيدا اللي عم ينحكى أنه تقدروا توصلوا لحلول، بس ما في عنا 55,000 أستاذ بيستفيدوا بأغلبيتهم الملاك من صندوق التعويضات. كيف بدنا نقدر نأمن يكونوا سواسية، يكون في عدالة لكل المعلمين؟ يعني بدنا قوانين حتى تقدر. يعني يقولوا الأبونا هلأ إذا أستاذ طلع على الـ 64 بعضه بيقبض تعويضه على 1500،
صح. يعني لو المدرسة عم تعطيه 500 و600 دولار يعني هدول لا يعتبروا لا يدخلوا قد ما بأساس ياخذ الراتب. دولارات، قد ما ياخذ دولارات، بعده الراتب اللبناني هو اللي بيحدد معاشه وبيحدد تقاعده. في كوارث عم تصير، في كوارث. مشان هيك نقيب المطلب انه يفوت باساس الراتب الزوده يلي بدكم تاخذوها لحتى يكون تقاعدكم كمان مكفول بعد يعني بالعمر بال 64. بس سعادتك كمان انا بدي اضيف شغله، بدي اضيف شغله كمان سعادتك، كمان مطلوب من المصارف انه تتعاون معنا. طب لا يجوز انه نعطي المتقاعد بالرغم من انه راتبه التقاعدي صار قرشين ونص وبدنا نعطيهم ورقه، بدنا نعطيهم ورقه، يعني ما بنعطيهم كاش. كمان ما بدنا تعاون، بدنا تعاون كاش من المصارف. يا عمي في شيء، حتى بمجلس اداره صندوق التعويضات بعدنا عم نلزم المتقاعد انه يفتح حساب بالبنك، والبنك بيحط شروط انه ما بعطي مصاري كاش، بعطيهم تشيك. طب هل معتر الاستاذ اذا اخذ تشيك او اخذ بطاقه شو بيعمل فيها بالمناطق والاطراف؟ طب هون كمان في مشكله، في مشكله عويسي سعادتك، في قرارات كمان لازم نحن على صعيد مجلس الاداره لازم ناخذها. ابونا اموال صندوق التعويضات فوق ال 1000 مليار موجوده بالمصارف، بالصندوق ما في كاش، ما في شيء، وبالتالي نحن بس بدنا نصرف تعويض او معاش شهري لاستاذ بدنا نصرف له من احد المصارف اللي عندنا اموال فيها، يا بنعطيه تشيك يا بنحول له على حسابه ببنك. المشكل بالمصارف، المصارف اللي ما عم تدفع، لا بتعترف بتشيكات وبعد ما بتدفع الراتب. يعني برجع وبعيد، بالبلد في ازمه كثير كبيره، في انهيار كثير كبير، سرقوا منا 98% من مدخراتنا. هي طيب الأزمة نقيب، بنحكي على المصاري، نقيب ليه ما بيصير الدفع لصندوق التعويضات كاش؟ ما هيدا اللي عم يطلع، ثلاث ارباع المدارس عم نروح ندفع لها نحن الاهالي كاش، ما حدا عم يروح على البنك بقى يحط مصاري. يعني بتمنى العام القادم انه المؤسسات تدفع كاش لنقدر نلحلح بعض الامور للمعلمين بظل وجود هاي الازمه. بس يا سعادتك كمان في 300 الف موظف بالقطاع العام عم يقبضوا كاش، ليش المشكله وقفت عند ال 5000 معلم صحيح متقاعد بدهم يقبضوهم اما بطاقه اما بتشيك؟ طب ما هيدا سؤال يسال، ما هيدا كمان صحيح المعلم عم بيأدي خدمه عامه، مشان هيك لازم يكون في واجبات على المصارف، في واجبات على الدوله انه يتامن الحد الادنى. يا جماعه الحد الادنى المطلوب، موضوع صيرفه، القطاع العام موضوع صيرفه يقضب 3 رواتب و7 رواتب وعصيرفه، عندنا كمان ما في صيرفه. صحيح، يعني هيدي سياسه ماليه. انا برايي، انا برايي سعادتك، انا برايي سعادتك لازم نلتقى باسرع وقت حتى نحط خطه عمل تتضمن هودي الامور. لا يجوز، لازم المعلم يستفيد من صيرفه مثل موظف القطاع العام، عم بيأدوا خدمه عامه. هلا بدنا نروق بموضوع صيرفه وبموضوع حاكم المركزه، يعني في بلاوي وفضايح وكوارث، بس بموضوع التربيه انا مبسوطه اول شيء انه في حوار هالقد حلو وراقي بالموضوع وانكم توصلوا لحلول مشتركه. ولا مره الا ما كان هيك مع ساعه النقيب، فعلا عن جد ببشر بالخير انه بدون ما يكون في على طول نزاعات وصراعات. نقيب عندك كلمه اخيره بتحب تقولها؟ انا كمان ما بقى معك كثير وقت قبل ما نختم مع الابونا. انا بدي اقول معلمي المدارس الخاصه يمكن يكونوا القطاع شبه الوحيد للبلد يلي هذا العام اشتغلوا 5 ايام بالاسبوع. صح، من اول السنه لهلا، وبقيه كل القطاعات اما معطله اما بيشتغلوا يومين اما بيشتغلوا يوم، ما بيشتغلوا. نامل انه العام القادم يكفي بنفس الوتيره، ونامل انه النقابي مع اصحاب المدارس نقدر نوصل لحلول اللي هلا طرحناها قبل ايلول لحتى يبلش عام دراسي، لانه انا شايف انه الافق بالسياسي بالبلد مش كتير مريح، وخيفين على التعليم الرسمي انا، وخيفين على الجامعه اللبنانيه، وبيظل عدم وجود تعليم رسمي جامعه لبنانيه بده يصير في ضغوطات هائله على القطاع الخاص. استاذ نعمي، بعد استاذ نعمي انا قبل ما نختم عندي شغلتين صغار هيك، طالما في صراحة ومثل العادي خليني أقول لك إياهم دغري على الهوى. أول شيء أنا أتمنى أنه يكون في توجيه من قبل نقابة المعلمين حتى نسهل عملية إيجاد الحلول للمحافظة على المؤسسات، وهو بتتعلق بالموضوع التالي، التمييز ما بين هناك تعددية بالمؤسسات،
ومش كل المؤسسات عندها نفس الموازنة وعندها نفس الطاقات ونفس القدرات. مشان هيك يجب، انا اتمنى انه النقابه ان تسهل هذا الامر، وحتى الاساتذه يقبلوا بامر الواقع ويمشوا يوصلوا لتوافق مع الاداره ومع لجان الاهل. شغله ثانيه هيك اللي انا بحب اني اطلبها منك، قلت انه نحن ما قلنا علاقه بالاهل، نحن اجراء عند رب العمل. سعادة النائب، نحن توافقنا على أن يكون هناك بكل مدرسة مجلس مدرسي أو مجلس حوكمة، وينضم إلى مجلس الحوكمة رابطة المعلمين بالمدرسة ولجنة الأهل، حتى نشجع الحوار ما بين الإدارة ولجنة الأهل والمعلمين، حتى مثل ما ذكرت حضرتك نمرق هالمرحلة بأقل ضرر ممكن. مضطرين نتوافق، مضطرين نتعاون، نتشابك الأيدي حتى نمرر هالأزمة بأقل ضرر. طبعا يكون في كلاش بين الأهل من ميلة والأساتذة من ميلة. أبونا أنا قلت إنه المؤسسات الخاصة ما فيها نحطها كلها بنفس السلة، وبالتالي أنا قلت النسبة ما حتكون ذاتها بكل المدارس، هذا بدنا نراعي البيئة تبعت كل مدرسة. وأنت بتعرف إنه أنا وياك خلال هذا العام كنا عم نتلفن لبعض إذا في مشكلة بشي مدرسة، إذا معلمين أضربوا يوم لأنه ما كانوا عم يردوا دولار أو كانوا عم يردوا مبلغ زهيد لحتى نقدر نزيد له الحق. يعني بدنا نتعاون بس في حدود دنيا، يعني منه مقبول مثلا السنة انه بعض المدارس تقول للاستاذ خد لك 50 دولار خد لك 100 دولار. لا الحقيقة لا لا, لا سعادتك صحيح، في حدود الدنيا انا موافق معك، مع الاقساط يلي عم تنطرح مش معقول تكونوا هالقد، يعني ساعتها الاهل بيقوموا قيمتهم. اعطيكي مثل وخلي الابونا يسمعوا. انا بطرابلس في مدرستان حوالي، وحده اخذت من الطالب 250 دولار وعطت الاستاذ 200، وهيدي ما فيك الا تحط لها شابو. وحده اخذت 900 دولار وعطت الاستاذ 200. لا منو مقبول، يعني مش كل المدارس، يعني في طبعا ويمكن بالمناطق البعيده وبالاطراف في مشاكل اكثر من بيروت نحن مش هالقد بنعرف فيها، مثل ايام سلسله الرتب والرواتب. في بعض المدارس تاجروا بالسلسله، اخذوا زودات 5-6 مرات وما عطوا المعلمين شيء. وهلا في بعض المدارس، انا مش عم اقول الكل، في مدارس محترمه فين الا انجيلا، عم ياخذوا مبالغ هائله من الاهالي وعم يعطوا فتات للمعلمين. هون دور لجان الاهل، هون دور لجان الاهل. طيب نقيب، أنا بدي أتشكرك، كانت حلقة فعلا غنية وحلوة معكم، بس بدي أبونا بعد معي 5 دقايق قبل ما أختم معك. نقيب شكرا لك، وأكيد إذا الله راد بالمستقبل رح يكون لنا حلقات. موضوع الأساتذة يعني عم ينحكى فيه، موضوع الأساتذة المتقاعدين يلي وصلوا للصرخة، أنا أيضا واجبتي أنه وصل صوتهم. شو بدك كأمين عام للمدارس الكاثوليكية توعد الأهل والأساتذة وإدارات المدارس بأنه يكون في توافق، وأنه ما يكون في شيء عم يتمرق من تحت الطاولة بموازنات المدرسة، وأنه ما في طفل ينكب برات المدرسة بسبب المصاري؟ أنا خليني أقول، أنا بعتذر عم شدد كتير على هذا الموضوع، لأنه نحن أنا من كصفة أم عم بحكي بالأول. أنا أول شيء حريص على شفافية الموازنات بمدارسنا. نحن ما بدنا دروس من حدا، نحن بنعرف واجباتنا، ونحن إرساليات ورسالات تربوية. أكيد أنا عم بحكي عن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بدرجة أولى، عم بحكي عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. نحن مؤسسات لا تبغي الربح، هيدي إرساليات عم نقوم بخدمة عامة وبخدمة المواطن، وواجباتنا نقدم موازنات شفافة للأهل، وواجباتنا نناقش الأهل، نقنع الأهل، نحط قدام الأهل الأرقام، منين إجت هيدي الأرقام. نعم مشروع جدا الأسئلة اللي طرحهم سعادة النائب مشروعين، ليش مدرسة بدها تاخد 900 وتعطي 200، وليش مدرسة بدها تاخد 200 وتعطي 200؟ أسئلة مشروعة جدا، على إدارات المدارس أن يعطوا الأجوبة على ذلك. ولكن أنا خليني أقول بشكل سريع، أكيد اللي عم تقبض 200 وتعطي 200 أكيد متكلي على المساعدات، في مساعدات عم تجي. شغلة تانية بدي أرجع أكرر وأقول، كل ما كبرت المدرسة كل ما كبر حجم
المصاريف التشغيلية، هيدي بدنا ننتبه لها وناخذها بعين الاعتبار. أنا مع طلبي من المؤسسات الشفافية، تقديم وزنات شفافة، الاستعداد للحوار، بدي أطلب من الأهل التعاون، وما في إلا التعاون بهيدي الفترة اللي بيمكننا من أنه نقطع الأزمة. وبدي أطلب من الأساتذة كمان الواقعي، الأساتذة بدهم يكونوا واقعيين. سمعنا كلام حياة القطاع بهذا البلد، سمعنا كلام النقيب اللي هو كلام جدا واقعي وجدا مسؤول وجدا محترم وبيبشر بالخير. بدنا نتكل على هيدي الإرادات الطيبة، على هيدي النوايا الطيبة، تنقدر نمرق هالمرحلة الانتقالية. هيدي مرحلة انتقالية، الأمور ما ممكن تستمر بهذا الشكل. الأساس عم يضحي، نعم الأساس عم يضحي، المؤسسات عم يضحوا، والمؤسسات عم يضحوا، والأهل عم كلنا عم نضحي، ما في إلا الدولة مش عم تضحي بشي. بقى مشان هيك ما بقى في شيء تضحي فيه يمكن أبونا، ما بعرف للأسف ما بعرف، بس نحن بعدنا منوثق بالدولة وبعدنا بدنا ومننتظر دور ومسؤولية على الدولة. أبونا قبل ما بعد معي دقيقة بس بدي أطرح سؤال طرحته علي أحد المعلمات على تويتر، إذا النقيب عم يسمعني أو يجاوبني تحت الهواء أو بشي طريقة، إنه إذا هي طلعت تقاعد بكانون الثاني وتحسنت الأجور، هل بتلحقها يعني بيلحق تحسن الأجور بصندوق التعويضات؟ أكيد شو لكن أكيد. مشان هيك ساعة النقيب وأنا عم نطرح موضوع المتقاعدين، لأنه موضوع المتقاعدين موضوع إنساني. هيدا الإنسان اللي خدم 30 و40 سنة ما ممكن نتركه بآخر تكي على 20 و30 و40 دولار. في قلة عدالة، في 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 شيء منه منطقي. بلكي نعمل حلقة أبونا أيضا عن هذا الموضوع هلأ من هلأ لوقتها، يعني نطرح كل يلي لازم ينطرح. وأنا بتشكرك، بس بده يكون النقيب على البلاتو معنا. إذا أنا بتعرف لأنه تيجي من رحبة كمان أنا بحسب المسافة كرمال هيك. بدي أتشكرك دايما بتلبينا، بدي أتشكركم مشاهدينا على متابعتكم. إلى اللقاء الأسبوع المقبل، وعلى أمل أنه ولا ولد يكون خارج مقاعد الدراسة، وعلى أمل أنه الامتحانات الرسمية تمرق بسلاسة وبخير. إلى خلينا اللقاء. خلينا نشدد على موضوع الامتحانات، ما فينا نمرق الحلقة إلا ما نقول نحن مصرين على إجراء الامتحانات الرسمية. معالي الوزير وعدنا بهذا الأمر، وما بدنا يكون في مفاجآت مخبية للحظة الأخيرة. نحن بدنا لازم نختم خلص، بدنا امتحانات رسمية تصير بمواعيدها. أوكي، أنا بدي أتشكركم مشاهدينا للمتابعة، بلتقيكم الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.